بسم الله الرحمن الرحيم. هشام سامو بطل عربي افريقي ديال وحده الخاصه على الكراسي المتحركه. حنا هذه الوقفه الثالثه كنوقفوا باش كناجدوا الناس المسؤولين باش انهم يشوفوا لنا هذه المزاله ديال هذا الرئيس. ما بغاش يفتح باب انخراط، ما بغاش يتحاور، القدامى ما كيتحاورش معاهم. طيح الفرقه لمركز الظلمات. حنا الفرقه ديالنا الاتحاد البيضاوي هي المتنفس الوحيد ديالنا. حنا ما عندنا لا سياسه، ما عندنا والو، ولكن حنا نطالب بهذا الفريق انه يكون الفريق يكون في اوج العطاء ديالو، وان هذا المكتب مسير غير محنك، مكتب مسير فاشل. يحط الاستقاله ديالو هو اعضاء المكتب ويعطينا اتساع ويخلي الناس اللي باغيين يشتغلوا والناس اللي باغيين يغيروا على هذا الحي وهذا الحي محمدي. حنا المتنفس ديالنا هي الاتحاد البيضاوي. ما يمكنش الاتحاد البيضاوي طيح تروازيام ديفيزيون كاتريم ديفيزيون. كان السي الزاولي وكان السي افيلال ما كانش وصلت لهذه المرحله هذه. وشعارنا ديما الله الوطن الملك. وكان ناجو رئيس الجامعه باش يشوف في هاد النازله. ولا مكتب ولا فرق صغرى، لا ميني ملاكادي لا جنيور، المدرسه ما كايناش. مقصين اللعابه القدام، ما فهمتش هذا السيد هذا واش هو رياضي ولا سياسي. ومعاه شي ناس سياسيين لا علاقه لهم بالرياضه، هذا هو المشكل. السياسه بوحدها اللي بغى يجاوب السياسه ماشي السياسه، واللي بغى يجاوب الرياضي يخلي الناس الرياضيه اكفاء ينقدوا هذا الفريق. وانا كنادي جميع طاقه الحي محمدي باش انهم يجيو يوقفوا مع هذا النادي العريق. هو السبب ديال الوقفه راه باين. حنا هذا الفريق راه يعني لا داعيه لذلك يعني لذكر التاريخ ديالو، ولكن حنا هاد الناس اللي بغينا حنا حاليا هو هاد الناس عطاونا يعني التقار، ناس ما قدروش على المسؤوليه. والله اللي كنحس بان الناس يعني ما كانوش في المكان المناسب يبعدوا. الا كانوا ناس نازيين نيت باغيين يخدموا الفريق ما قادينش عليه يبعدوا ويسلموا الناس اللي باغا تخدم بجديه ويعني وبحبيه لهذا الفريق، لان لا غيعطيو الدم ماشي غينصبوا على الفريق او نصبوا عليه كيف كنهضروا حنا بهذا المعنى ديال الحي محمدي. اللي كيبغى شي حاجه او كيبغى الحي ديالو راه كيغير عليه وكيصلحوا. والهدف ديالنا حنا ناض وقفوا حنا والاخوه كاملين وهو الغيره لهذا الفريق. هذا حنا نبتنا فيه وكبرنا فيه وكنعرفوا الواحد الله يرحمه هو با الزاولي الله يرحمه. من مشى با الزاولي ما بقى 13 لحي محمدي لا والو. من الاخ اخويا نجيك كلمه واحده، دا وليد حي محمدي يمشي بحالاته غير صالح لينا، غير قاد المسؤوليه. زائد فلوس اللعبه في المساو، زائد فلوس كاس عرش في المساو والى اخره. المهم عندنا ما نديرو به، يمشي بحالاته.